تأتي هذه الندوة تأتي في إطار مساهمة نادي قوطة المغرب مع شركائه بطبيعة الحال، منهم الآن نقابة المحامين بالمغرب، تأتي في إطار المساهمة في النقاش العمومي الدائر حاليا في الآونة الأخيرة حول القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. وهذين القانونين كما تعلمون يندرجان ضمن المفهوم العام للسياسة الجنائية. إذن اليوم نجتمع لمدارسة بعض القضايا التي تدخل ضمن السياسة الجنائية وضمن القانونين المذكورين، وذلك في إطار مدارسة مثل هذه القضايا ومناقشتها وللخروج بتوصيات بخصوصها. هذه القضايا بطبيعة الحال القضايا التي ستكون محل صدارة في هذه المناقشة هي القضايا التي أثارت نوعا من الخلاف في مشروع قانون القانون الجنائي وكذلك مشروع قانون المسطرة الجنائية الأول الذي سبق وأن نشر يعني من طرف الجهات المعنية. يندرج تنظيم هذه الندوة المشتركة بين نقابة المحامين في المغرب ونادي قضاة المغرب في سياق الاهتمام بالقضايا المشتركة بين الإطارين المنظمين. هذه الندوة اللي كتمحور حول السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق، والاختيار ديال الموضوع ديال هذه الندوة هو نابع من كون هذا الموضوع كيكتسي واحد الأهمية كبرى وعنده واحد الراهنية قصوى باستحضار النقاش اللي مطروح لازال مطروح في اليوم في المغرب، المرتبط في بعده العام بإصلاح منظومة العدالة وفي بعده الخاص بإصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، سواء ما تعلق بقانون الموضوع أي القانون الجنائي أو ما تعلق بقانون الشكل اللي هو قانون المسطرة الجنائية. هذه الندوة غتكون مناسبة سانحة لتدارس ولتقييم السياسة الجنائية بالمغرب ومدى قدرتها اليوم على تحقيق الأهداف المرسومة، وكذلك للتدارس وتقييم هذه السياسة الجنائية ومدى قدرتها على تحقيق الردع وعلى قدرتها من الحد باستفحال جريمة، خاصة أننا اليوم في المغرب منظومة العدالة الجنائية كتعيش واحد مجموعة من الإكراهات واحد مجموعة من المعيقات مرتبطة باستمرار التركيز على مقاربة الزجر بالأساس في مقابل إهمال وعدم إلى الأهمية اللازمة للمقاربة ديال الوقاية والعلاج، وهو اللي كيتجسد على المستوى الممارسة القضائية باللجوء بكثرة إلى إعمال الآليات الاعتقال الاحتياطي، رغم أنه تدبير استثنائي ولكن في الكثير من الحالات يتحول إلى إجراء أولي وإجراء ضروري يتم اللجوء إليه بشكل مبالغ فيه، وهو ما كيعطينا بالضرورة اكتظاظ السكينة السجنية وما يعطينا بالضرورة وما يعطينا كذلك التزايد حالات ديال العود الجريمة. إذن القضايا اللي غتطرح الندوة هي قضايا كلها مرتبطة بهذه المواضيع ذات الارتباط بقانون الموضوع وبقانون الشكل.